السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق في مجلسنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وفي رواية أخرى قال: بيوت الله تعالى. ثم كما اعتدنا في الدروس الماضية، نفتتح درسنا هذا بإهداء سورة الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كل أمواتنا، وإلى روح صاحب هذا الكتاب. وبعد توكلي على الله تعالى أواصل وأقول أيها الإخوة كالتالي: لازلت أذكر أن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عندما أراد أن يدفع الأمة المسلمة نحو التغيير ليخرجوا مما كان فيه من هزائم ومصائب وويلات لم يجاملهم، بل قال لهم الحقيقة وأرشدهم إلى مفتاح التغيير الجذري الأساس الذي يمكن أن ينقلهم من واقع الهزيمة إلى واقع النصر، ومن حال التفرقة إلى حال الوحدة، ومن حال الحقد والأحساد والعنف إلى حال التغافر والأخوة والمحبة. ذلك لا يأتي بالشعارات، وذلك لا يأتي بمجرد كتابة مقالات، ولا يأتي بمجرد إلقاء دروس. لا بد من منهج تغيير. إن أخذنا بمنهج التغيير وصبرنا عليه وعلم الله منا صدق سيرنا، سيتكلل سيرنا بالنجاح، وسيحدث التغيير، وإلا فالفشل سيكون مستقبلنا والعياذ بالله. إذن نحن مطالبون أولا أن نفهم مفتاح التغيير الذي دل الإمام عبد القادر الجيلاني الأمة المسلمة عليه من خلال قراءاته للقرآن والسنة، ومن خلال قراءاته لواقع المسلمين. دلهم على مفتاح التغيير. في الأساس قال لهم، وكرر هذا القول في كل دروسه بأساليب مختلفة وبمعاني جديدة، قال لهم: أيها المسلمون، إن كنتم تتألمون على حالكم، على احتلال الصليبيين للقدس والأقصى، على ما آذاكم الصليبيون في
أرضكم وأعراضكم وأوطانكم؟ إن كنتم تتألمون على هذا الخطر الذي حل عليكم وعلى الخطر القادم من بعيد من التتار الذين باتوا يهددونكم، أيها المسلمون، إن كنتم تتألمون على كل ذلك فلا تضيعوا أعماركم بالاعتراض على الله عند نزول قدر الهزيمة. لا تعترضوا على الله، بل اعلموا أن قدر الهزيمة ما نزل عليكم إلا لأن حياتكم توافق صفات قدر الهزيمة. القدر نزل عليكم بما يوافق صفات حياتكم، صفات حياتكم توافق قدر الهزيمة، فنزل عليكم قدر الهزيمة. فلا تعترضوا على الله عند نزول قدر الهزيمة، بلغوا أنفسكم وارجعوا إلى واقعكم وصالحوا أنفسكم. إن أردتم التغيير، مفتاح التغيير أن ننتقل من مجتمع مسلم يحمل صفات قدر الهزيمة إلى مجتمع مسلم يحمل صفات قدر النصر. عند ذلك سيرتفع عنا قدر الهزيمة وسينزل علينا قدر النصر، وسنفرح وسيزول الاحتلال الصليبي، وستتحرر القدس، وسيتحرر المسجد الأقصى، وستتحرر كل الأوطان. هذا لا يكون بمجرد الشعارات ولا بكتابة المقالات ولا بإلقاء الدروس. لابد من منهاج تغيير، والصبر على هذا المنهاج حتى نلقى الله جل جلاله. الآن سيدنا عبد القادر الجيلاني يلفت الانتباه إلى شيء مهم جدا. سأقرأ ما قاله في أحد دروسه، وسأجتهد أن أبين ما قصد من وراء قوله بإذن الله تعالى. اسمعوا جيدا. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وهو يواصل اجتهاده لتأسيس هذا الفهم من أجل تأسيس منهج تغيير جذري. يا إخواننا، واقعنا لن يغير بنشرات الأخبار، واقعنا لن يغير بمجرد بيانات سياسية، واقعنا لن يغير بمجرد إعلان شج واستنكار وتعاطف. لابد من منهج تغيير. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يلفت الانتباه إلى من يريدون أن يأخذوا على أنفسهم السير الصادق إن شاء الله في منهج التغيير الجذري إن شاء الله. إلى هؤلاء سيدنا عبد القادر الجيلاني يلفت انتباههم إلى أمر هام جدا جدا. ما هو؟ اسمعوا ماذا يقول. مرة أخرى أقول سأجتهد أن أبين مقصود قوله إن شاء الله. اسمعوا، يقول كالتالي:
الهدى. نم تحت ميزان القدر متوسدا بالصبر متقلدا بالموافقة عابدا بانتظار الفرج. فإذا كنت هكذا صب عليك المقدر من فضله ومننه ما لا تحسن تطلبه وتتمنى. هذا من ضمن أقواله في سعيه المتواصل لترسيخ منهج التغيير الجذري. ماذا أراد من وراء قوله اسمعوا لتنصحكم النصيحة؟ وإن شاء الله تعالى يا رب أن تشرح صدري وتحلل عقدة من لساني حتى أحسن أن أبين هذا أريد أن أقول. إن شاء الله تعالى اسمعوا يا أخوان، لا أريد أن أبعد بعيدا، أريد أن أتحدث عن واقعنا كأم مسلم وعالم عربي وشعب فلسطيني الآن في عام 2017. نحن الآن قد وقع علينا قدر الهزيمة. لماذا؟ بدون فلسفات ولا استطلاعات ولا اتجاه معاكس ولا شيء. نحن قد وقع علينا قدر الهزيمة لأن واقع حياتنا يحمل صفات قدر الهزيمة. الآن قد يقول قائل أنا أريد أن أغير. أولا جزاك الله خيرا وثبتك الله. ثانيا اسمع نصيحة سيدنا عبد القادر الجيلاني جيدا، وهذا الذي أريد أن أقول الآن. أحدنا لا يريد أن يسير على رأي القائل امشي بين الروس وقول يا قطاع الروس، لا. واحد منا ممكن يقول يا سيد الشيخ أنا بعترف واقعنا قد وقع عليه قدر هزيمي لأن واقع حياتنا حمل صفات قدر الهزيمي، فوقع علينا القدر بما يوافق صفات حياتنا. مع ذلك أريد أن أغير. صاحب هذا الموقف الجريء والشجاع والمخلص أنا بدي أنصحه النصيحة، وأنصح نفسي وأنصح الجميع. الآن كل واحد فينا جزء من أم مسلم وعالم عربي وشعب فلسطيني. وقع علينا قدر الهزيمة. أريد أن أغير. المطلوب مني أولا على مستوى شخصي أو على مستوى شخصك الكريم، افهم منيح. المطلوب مني أولا على مستوى شخصي أو على مستوى شخصك الكريم، إذا أردنا أن نبدأ في منهاج التغيير الجذري، إنه أنا كفرد أبدأ في حياتي الشخصية أحمل صفات قدر النصر. الآن والله يخليك
الذي أريد أن أغير أنت الذي يريد أن يغير تحقق صادقا وحمل صفات قدر النصر. هل سيرتفع قدر الهزيمة؟ طبعا لا. هل سينزل قدر النصر؟ طبعا لا. شو اللي ممكن يصير؟ اللي ممكن يصير كالتالي: أنا الذي أريد أن أغير واجبي في الأساس إذا كنت صادقا في منهاج التغيير الجذري، واجبي على مستواي الشخصي أن أتحقق في شخصي بقدر النصر، وأن أكون على يقين أن قدر الهزيم سيبقى واقع على أمتي التي أنتمي إليها. لماذا؟ لأن المطلوب التغيير الجماعي. تغيير فرد لا يمكن أن يرفع قدر وأن ينزل قدر، لابد من تغيير جماعي. الآن أنا تحققت بالتغيير الفردي حتى أصل إلى التغيير الجماعي المطلوب، يجب أن أتحلى بأمرين زي ما بقول سيدنا عبد القادر الجيلاني: الأمر الأول موافقة القدر، والأمر الثاني الصبر على القدر. بوضح أكثر، مش فلسفة ولا ألغاز، هي حقيقة، هي روح الفهم العميق للإيمان بقدر الله. سامحوني إذا بكرر الحديث حتى إن شاء الله تعالى ندرك المرمى جيدا. سامحوني، أرجوكم نتعاون مع بعض على فهم هاي العقدة، ستفيدنا كلنا إن شاء الله. شوف يا حبايب، أي واحد فينا أصبح عنده وعي أن الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني نزل عليه القدر الهزيمي بسبب أن واقع حياتهم يحمل صفات قدر الهزيمة، ثم هذا الإنسان أصبح واعياً أنه لا بد من التغيير، كيف؟ لا بد أن يتغير هذا الواقع من حمل صفات قدر الهزيمة إلى حمل صفات قدر النصر. هذا الواعي عليه أن يعرف كالتالي: أن يبدأ بنفسه، وأن يحمل في واقعه الشخصي صفات قدر النصر، وأن يعلم أن تغيير قدر الهزيمة لا يمكن أن يتحقق بتغيير فرد فقط، لابد من التغيير الجماعي. الآن هو الآن في بداية الطريق، في بداية الطريق حمل صفات قدر النصر، الواقع الذي يحيط فيه، الأمة التي ينتمي إليها تحمل صفات قدر الهزيمة. المطلوب التغيير بمعنى أن يكون تغيير، بمعنى بعد فترة بعد نجاح التغيير أن تحمل الأمة قدر النصر. من الخطوة اللي بدأ فيها، اللي حمل فيها قدر، اللي حمل فيها صفات قدر النصر لوحده حتى يصل إلى التغيير المطلوب، في مسافة، في مسافة زمنية قد تكون سنة، قد تكون 5 سنين، قد تكون 20 سنة، قد تكون 50 سنة. من البداية اللي بدي يبدأ فيها وهو يحمل في شخصه الكريم فقط صفات قدر النصر حتى يجري التغيير في واقع الأمة وتحمل أيضا هي صفات قدر النصر،
الذي قد يستغرق 50 عام أو أكثر، إيش المطلوب منه؟ بقول سيدنا عبد القادر الجيلاني: المطلوب منه أمران. الأول موافقة القدر، الثاني التحلي بالصبر. وإلا لا يمكن أن يسير، وإلا لا يمكن أن يغير، وإلا سيفشل. لذلك سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول: نم تحت ميزاب القدر، اطمئن لقدر الله، تلقى قدر الله باليقين، تلقى قدر الله بالرضا، تلقى قدر الله بدوام محبة الله وبدوام الخوف من الله لوحده وبدوام الولاء لله لوحده. نم تحت ميزاب القدر، اطمئن، اطمئن، واصل التغيير، واصل التغيير، نم تحت ميزاب القدر، خليك مطمئن للقدر، واصل التغيير، ولكن متوسدا بالصبر. ايش يعني متوسدا بالصبر؟ حمر، انت تعاني كما تعاني الام المسلمه والعالم العربي والشعب الفلسطيني من قدر الهزيمه، مع انك انت الذي تريد ان تغير لوحدك في شخصك الكريم تحمل صفات قدر النصر. لا يكفي، لابد من التغيير الجماعي. اذا قدر الهزيمه الذي يقع عليك كجزء من الامه المسلمه والعالم العربي والشعب الفلسطيني، بدك تتحلى بالصبر رغم مراره الهزيمه، بدك تتحلى بالصبر رغم مرارة الهزيمة، وبدك تواصل التغيير إن شاء الله، تواصل التغيير إن شاء الله، متوسداً بالصبر، متقلداً بالموافقة. بدك تضلك ثبات، 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 متقلد بالموافقة، موافقة القدر، التحلي بصفات قدر النصر حتى لو كنت لوحدك. المطلوب التحلي بالصبر، المطلوب التحلي بالموافقة، وامشي، امشي على بركة الله، امشي وقت تطلع لورا، امشي، اوعك تخاف صوت تحذير أو صوت تهديد، امشي. قد تتعرض لابتلاءات، امشي. قد تتعرض إلى لغات مختلفة ممن يحاربون نهوض الإسلام، امشي. قد تقع في سجن، امشي. قد تطارد، امشي. قد تهدد في حياتك، امشي. لابد أن تتحلى بالصبر وبالموافقة، ظلك ماشي، ظلك ماشي، تطلعش لورا، تطلعش على الساعة، ما تطلع على الساعة وتقول مضى من عمري سنة وسنتين، مضى 20 سنة ولا في سعي لترسيخ منهج التغيير الجذري. لا، ما تطلع الساعة، ظلك ماشي، ظلك ماشي بإذن الله رب العالمين، عابدا بانتظار الفرج. بدك تظلك ماشي،
مش مشيت اللي رافع العلم الابيض ما استفدناش، مش مشيت اليائس ما استفدنا، مش مشيت اللي مستسلم للامر الواقع ما استفدنا. بدك تمشي نحو منهج تغيير جذري، تتحلى بالصبر، تتحلى بالموافقة، ويملأ قلبك ويملأ خطابك انتظار الفرج بيقين، بيقين يملأ قلبك وخطابك انتظار الفرج من الله رب العالمين لسبب بسيط، لأنك في هذا الطريق ماذا تفعل؟ أنت ترسخ منهج التغيير الجذري الذي نهايته الفرج من الله بناء على معادلة يقينية قائمة على فهم قدر الله تقول: يا مسلمون ارفعوا عن أنفسكم صفات قدر الهزيمة، تحلوا بصفات قدر النصر، سيرفع الله عنكم قدر الهزيمة وسينزل عليكم قدر النصر. بدك تمشي في هذا الطريق، تتحلى بالصبر، تتحلى بالموافقة، عابدا بانتظار الفرج بيقين أن الفرج سيقع إن شاء الله. يعني القضية إنه انتظار الفرج ليس مجرد رأي شخصي، بل هو جزء من عقيدتك، جزء من محبتك لله، من عبادتك لله، من موافقتك لله، من ولائك لله، يقينك بأن الفرج سيقع جزء من هاي العقيدة. هذا المطلوب، هذا المطلوب. النفوس المطمئنة إن شاء الله التي قد تدرك ذلك وتأخذ على عاتقها أن تتحقق بذلك وأن تسير على يدها سيقع التغيير. صدقوني، صدقوني، على يدها سيقع التغيير الجذري المطلوب، فقط التغيير الجذري. لا نريد أن نغير شعار بشعار يا جماعة مشجعات، لا نريد أن نغير مقال بمقال، لا نريد أن نغير دب صوت بدب صوت، لا نريد أن نغير جعجعة بجعجعة. بدنا منهج تغيير جذري بيننا وبين الله أولا. كل ما في الكون بين إصبعين من أصابع الرحمن، كن مع الله سيجعل الله كل الكون معك. إن لم تكن مع الله لن تحصل من هذا الكون على شيء. كل الكون بيد الله. ابدأ، ابدأ بالتغيير الجذري كما هو المطلوب منك كفرد بينك وبين الله، وكأمة بينك وبين الله. إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرم مجموعة منا أن يقولوا إحنا أبوها، إحنا أبوها إمها، نحن نريد
منهج التغيير الجذري، وأن نبدأ بأنفسنا، وأن نسير في الطريق، نتحلى بالصبر، نتحلى بالموافقة، نعبد الله بانتظار الفرج. إحنا أيوة هذه الفئة بإذن الله رب العالمين، عندما ستبدأ بهذه الخصائص ماذا سيكون مصيرها؟ إذا أذن الله طبعا، أنا لا أتأله على الله، ماذا سيكون مصيرها إذا أذن الله بعد سيرها الذي لا يعلم إلا الله كم سيطول؟ ماذا سيكون مصير هذه الفئة؟ سيدنا عبد القادر الجيلاني شمول شمول. فإذا كنت هكذا، شو معناته إذا كنت هكذا؟ سيدنا عبد القادر الجيلاني بيقول فإذا كنت هكذا، شو معناته فإذا كنت هكذا؟ يعني إذا كنت هكذا نمت تحت ميزاب القدر، ميزاب المزرعة، نمت تحت ميزاب القدر متوسدا بالصبر، متقلدا بالموافقة، عابدا بانتظار الفرج. سيدنا عبد القادر الجيلاني شو بقول؟ فإذا كنت هكذا وفق تلك الصفات، إيش النتيجة؟ إذا أذن الله، فإذا كنت هكذا صب عليك المقدر، صب عليك المقدر، الله صب عليك المقدر من فضله ومننه ما لا تحسن تطلبه وتتمنى. أعطاه الله لعبده الصادق الذي يسير في منهج التغيير الجذري ويتحلى بتلك الصفات اللي طلبها سيدنا عبد القادر الجيلاني، بعد ذلك عطاء الله لهذا العبد الصادق سيكون أكثر مما يطلب هذا العبد من الله، وسيكون أرفع وأسمى مما يطلب هذا العبد من الله تعالى إذا أذن الله بذلك. إذا أذن الله بذلك، يعني لتقريب المعنى أعطيكم مثال، بس مثال ليس هو المقصود، أريد أن أقرب المعنى، أريد أن أقرب المعنى، مش هذا المقصود، أريد أن أقرب المعنى، استغفر الله. يعني سمعت قصة هي مثال مناسب للقاعدة التي قلتها قبل ما أقول القصة، برضو برجع وبأكد وأقول كالتالي: هذا العبد أو هذه الطائفة الذين فهموا جيدا سر منهج التغيير الجذري وتحققوا في أنفسهم وصاروا نحو التغيير وتحلوا بالصفات التي طلبها سيدنا عبد القادر الجيلاني، قبص الله سره، إذا أذن الله ونزل عليهم عطاء الله تعالى سيكون أكثر مما طلبوا لأنفسهم من الله، وأسمى وأعلى وأصفى بإذن الله تعالى. بس بدي أعطي مثال مشان أقرب المعنى. قصة سمعتها هي كالتالي: عن مؤمنة
ثلاث بنات، وكانت تعيل بناتها من عرق جبينها. ماذا كانت تعمل؟ كانت تغسل الصوف بقدر جهدها المتواضع، وتذهب إلى السوق تبيع ما نسجته من غسل الصوف، وتشتري حاجات البيت وتعيل البنات، وهكذا صارت في حياتها. في أحد الأيام الله تعالى أكرمها ونسجت غسل صوف كمية كبيرة، فرحت لذلك، قالت الآن سيزداد ربحي وسأوسع على بناتي مرة في العمر. بعد شقاء طويل وضعت الغسل على رأسها، صارت نحو الصوف في الطريق نحو السوق شاء الله، وإذ بطائر من الطيور الجارحة التي لها مخالب وأظافر، رأت الغزل فوق رأسها طمعت به، فنزلت على الغزل وخطفت وطارت به. نظرت تلك المرأة على حالها، كيف ستعود إلى البنات؟ وبماذا ستعود؟ والكل ينتظر. قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهبت وشكت أمرها وفق ما سمعت إلى نبي الله سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. قالت: يا نبي الله، لقد وقع معي كذا وكذا. فقال لها: اصبري وانتظري الفرج، فلعل الله يكتب لك عطاء أكثر مما طمعت لنفسك. قالت: كيف وقد ذهب مني كل شيء؟ قال لها: يا أمة الله، اصبري وانتظري فرج الله. الآن في تلك اللحظات التي سرق منها غسلها، في تلك اللحظات كانت هناك سفينة في البحر تقترب من تلك البلدة التي كانت فيها، كان فيها سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. تلك السفينة كانت على وشك أن تصل إلى الميناء، وكان فيها رجال، وكان فيها رجال صالحون تجار أمينون، اتفقوا فيما بينهم إذا وصلوا إلى الشاطئ أن يتصدقوا بكذا مبلغ. قبل أن يصلوا إلى الشاطئ، سبحان الله، فجأة حدث ثقوب في السفينة وأخذ الماء يتدفق، كادت السفينة أن تغرق، أصبحوا في خطر شديد، بدأوا يقتربون ولكن لم يصلوا إلى الميناء، أصبحوا في خطر الغرق. وسبحان الله، وفجأة رؤيت بطائر من الطيور التي تطير حول الميناء في حدود الميناء، وإذ بذاك الطائر يقترب من السفينة ويلقي عليهم كتلة الغسل الذي غسلت تلك المرأة الصالحة، فسدوا به ثقب السفينة ونجوا. وقالوا: استنوا يا جماعة، احنا كنا بدنا نتبرع بألف دينار، بدنا نتبرع بعشرة آلاف دينار الآن، هذا الأمر أنقضح أرواحنا. وصلوا بأمان وحملوا بضائعهم بأمان، وقالوا: والله إنها قصة عجيبة تستحق أن نحدث سيدنا سليمان.
حملوا الغزل ودخلوا إلى سيدنا سليمان وقالوا له أن نحكك القصة. حدث معها كذا وكذا وقالوا له هذا الذي أنقذ سفينتنا من الغرق. فصاحت تلك المرأة الصالحة وقالت يا نبي الله هذا غزلي، هذا الغزل اللي سرقه منا الطائر. قالوا لها أقضي ليش؟ قالت أقضي تفضلي، هاي 10,000 دينار حقك حلال زلال عليك. قديش وقت توخذ؟ دينار. لو باعتوا لو باعتوا بعرق جبينها بجهدها الشخصي دينار. شاء الله أن يكرمها الله ب10,000 دينار. هذا نموذج، ليس مقصود الدرس الذي قلته، وإنما هذا نموذج مصغر كي تدرك العقول والقلوب. إيش يعني؟ ما معنى عطاء الله لعبده أكثر وأسمى وأصفى وأفضل مما يطلب العبد من الله؟ طب شو المقصود إذا؟ أيوة. إيش المقصود إذا؟ المقصود أن نسير، أن نفهم أسرار القدر كما شرحناها. ثانياً، أن نسعى إلى التغيير، أن نتحقق على مستوى أفرادنا بصفات قدر النصر، أن نتحلى بالصبر، أن نتحلى بالموافقة، أن نعبد الله بانتظار الفرج، وأن نبقى كذلك حتى نموت، وأن نبقى كذلك حتى نموت، موقنين، أن نبقى كذلك حتى نموت، موقنين أن الله إذا أذن بعطائه لنا بعد أن نسير في طريق التغيير، إذا أذن الله بعطائه لنا سيصب علينا من فضله ومننه ما لا نحسن نطلبه ونتمنى، حتى بخطرش عبالنا، ولكن الله يصبه علينا. هذه نصيحة لنفسي ولكم ولكل من يريد أن يسير في منهج تغيير جذري بناء على فهم أسرار القدر. كيفاش ضايل الدرس؟ آسف لهذا. 10 دقائق. الآن سيدنا عبد القادر الجيلاني في فقرة أخرى بيقول لنا أنتم بين خيارين. الخيار الأول أن تسيروا في هذا الطريق فأنتم صادقون، وإلا إذا لم نسر في هذا الطريق من نحن؟ سيدنا عبد القادر الجيلاني بيعطي صورة أخرى بيبدأ شو بقول؟ يا كذاب يا كذاب. يعني نحن بين أمرين، أن نكون صادقين أن نسير في هذا الطريق وفق تلك القواعد التي أرادها سيدنا عبد القادر الجيلاني من خلال قراءته للقرآن والسنة ثم إدراكه لواقع الأمة المسلمة. نعم سرنا فيها أنا أنت هو، مع ذلك اللي صار فيها صادق، وإلا من تنكب عنها شو بكل سيدنا عبد القادر الجيلاني؟ يا كذاب. أنت تحب الله عز وجل في حال النعمة، فإذا جاء البلاء هربت كأن لم يكن الله عز وجل محبوبك. أنت كذاب.
حول هذا التحذير شديد اللهجة اللي بيقول سيدنا عبد القادر الجيلاني. حول هذا التحذير سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله رب العالمين. اصبروا وتوكلوا على الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.